خوت، مرحبا بكم في قصه جديده. القصه ديال هذا النهار هذا هي ديال الرعب. تعقلوا ديك القصه ديال ديك السيده، ديك الحاجه اللي كانت في الدار ديالها وسمعت الكلب كينبح وجبدت السلاح وتيرات في ذاك السيد اللي كان كينبح فيه الكلب. هذه القصه كتشبه لها تقريبا بحالها. هي ديال واحد الحاجه كانت في الدار ديالها في السعيديه، في مدينه السعيديه، وهي كتسمع شي مشي حدا الباب برا شويه مورا بواحد شويه، كتسمع المشيه فوق السطح، فوق السطح ديال الدار ديالها، وما قدش تخرج وكذا منه. وبات فايقه ديك الليله، بات فيها الرعب. والصباح تصبح الحال مع ديك 10 ولا 11 فاقت وبغات تشوف اسمه كاين، فلقات واحد المفاجأة. ف قبل ما نتعرفوا على هذه القصة هذه، عطيونا جيم ونتعرفوا على هذه القصة هذه، وراه فيها شي أحداث كتشبه القصة اللي فاتت. يعني مش ما تقولش ودي هذا كيعاود نفس القصة، لا، راه فيها أحداث كتشبه الأحداث القديمة. وقبل هذا الشيء بغيت نشكركم على الفيديو اللي فات، لأنكم تهليتوا فيا، قلت لكم ودي عطيونا جيم وعطيونا أبوني وكذا، عطيتوني شي 15000 أبوني، يعني نستعرف بكم رجله. واللي مازال ما تابوناش يتابونا، راه ديك ابوني راه كاينه سويفي، واحد اللعيبه زرقاء، حدا سميتي حدا سمعي الفلوق تلقى واحد اللعيبه زرقاء اتكي عليها. ونبداو في القصه ديالنا. القصه ديالنا كتبدا مع واحد السيده في مدينه السعيديه، كانت مزوجه بواحد الراجل كان خدام في الشربون ومات. عارفين دابا الناس اللي كيخدموا في الشربون راه دغيا كيموتوا 60 عام 70 عام صافي، يديموا الامانه امانت ما كيطولش. وعندها ثلاثة الأولاد، ودوك ثلاثة الأولاد ثلاثة بيهم مزوجين وشاو دبروا على راسهم. بقات غير هي بوحدها في ديك الدار في السعيدية، يعني في الصيف كتكون الحوايج عامرة في السعيدية وكذا منها، بصح في المشتا كتكون مقراطة ديك السعيدية، يعني ديك الحاجة كتكون كتخرج برا الدور، تخرج منها كذا من الناس بشي برا. مرة كتسافر عند ولادها، واحد المرة في يعني في ديك الجوة ديال شهر 12 شهر 1 كان البرد وكذا منها، وهي كتسمع المشي حدا الباب، المشي حدا الباب ديال الدار ديالها. خرجت، وماشي خرجت من الدار، خرجت غير من البيت ديالها، خرجت لحدا الباب باش تسمع ولا دير ودنها حدا الباب تشوف سمو كاين. ما لقات حتى شي حاجه، يعني عيات كتصنت وكذا منها ما سمعت والو، يعني بسوا ديك المشيه اللي سمعت في الاول. مشات ولات البلايصه ديالها وبقات موركه تما، وكانت شويه الشتا كتصب، يعني الشتا شويه ماشي الشتا ديال بصح، غير الشتا كتنقض. وهي كتسمع مورها، مور هذيك بساعه، مور ديك المشيه اللي حدا الباب، مورها بساعه وهي كتسمع المشيه في السطح. وهي عندها الدار لتحت، هي ساكنه لتحت، وعندها الطبقه الاولى، ومور الطبقه الاولى كاين السطح، والسطح عنده الباب ديالو حتى هو كيتبلع لله. وهي كتسمع المشيه في السطح، بقات كتسمع المشيه، يعني شات كيتمشى فوق السطح. تخلعت ما قدرتش تنعس شويه، وهي كتسمع ان شي واحد راه كيحاول يفتح الباب، شحال كيقرق في الباب الفوق. مورها بواحد شويه هي كتحس بشي بروده دخلت لها، يعني قالت واش ربما واش هذا اللي كيتمشى فوق السطح واش هو فتح الباب ولا كذا. عاشت واحد الليله ديال الرعب. مورها بواحد شويه قالت انا ودي ربما هاد السيد راه شفار ولا كذا، ولا راه دخل وما بغاش يتحل الباب ولا كذا، لان السكوت بقى السكوت. قلت نطلع نشوف هاد الصمت هذا ماشي للخير، نطلع نشوف سمو كاين. شعلت الضوء ديال الدروج، جات طالعه، وصلت للطبقه الاولى وما قدرتش تزيد رجليها، ما قدوش بالخوف بالخلعه وكذا ما قدرتش تزيد تكمل. قلت نولي حتى الصباح ان شاء الله، ويصبح الحال وتخرج الشمس وكذا منا، ويكونوا الناس وتكون الزنقه عامره، بعد حتى كان شي حاجه ولا نغوت ونزقي ويجيو الجيران ويجيو كذا. ما دابا في الليل شكون يسمعني؟ ولات في حالاتها، ولات كتجري مع دوك الدروج، واخا هي كبيره في عمرها شي 60 عام ولات تجري مع دوك الدروج. ولات البيت ديالها طرقت بالزكرم، بلعت كذا منا وتنعس، ما جاهاش النعاس، بقات موركه تما حتى الفجر، ما جاهاش النعاس حتى الفجر. كيود الفجر وكذا منا، صلات الفجر ووركت، وهي ديها عينها نعست، نعست ما تفيق حتى ديك الجويه ديال 10 ل 11. ملي فاقت فترات كذا منا، قالت اودي ونطلع بعدا نشوف داك الشيء اللي داك اللي وقع البارح في الليل، نطلع نشوف واش الشفار هذا واش اسمه كاين. ملي جات طالعه مع الدروج وصلت للطبقه الاولى، زادت كملت، وهي كيبان لها الباب محلول. هي قربت للباب وهي كتبان يبان لها واحد السيد تما مكوفش داخل، هكا يعني راقد، وبحال اللي كما نقولوا ده جامع راسو هكا مكوفش، كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا مكوفش مجموع على راسو. تخلعت واش نزقي واش نغوت كذا، وتجي قلبت الدوره موليه هربه مع دوك الدروج. هي جات هربه مع دوك الدروج، خينا ينوض ويتبعها مع الدروج يشدها، ارواحي لهنا الحاجه. دارت لعندو سمو باغي ولدي بعدنا ولدينا، غير حاجه انا غير كبيره ولدي انا قد حناك ولدي انا على الشيطان. قال الحاج انا ما باغي والو. قلت له سمورك باغي؟ قول لي سمورك باغي، واش باغي تسرق واش انت؟ قال انا ماشي شفار، ماشي قتال، ماشي كذا، ما جاي ندير والو. قلت له سمو جاي دير؟ قال له ودي الحاج انا جاي نقعد هنا واحد الوقيته وغادي نمشي عندي انا، واحد نقعد هنا واحد الايامات وغادي نتحرك في حالات. ما قالش ايامات، قال له واحد الوقيته باش ما نغلطكمش، قال له واحد الوقيته غادي نجلس هنا، ومنين نلقى الوقت مناسب غادي نمشي في حالاتي. سكتت ديك الحاجه، بقى زايد مهودة مع الدروج، هودت لتحت فين ساكنة الطبقة الأولى، يعني السكن الأرضي فين ساكنة، هودت لتما، شادها يعني شادها منه، شادها للصالون، ريحت جلست فوق السداري.
هو قال لها غادي نمشي للكوزينه نطيب شي حاجه، جا ماشي للكوزينه، هو كيبان لها، هو كيبان له التليفون ديال الارض، لان هذه شحال ما كانش التليفون كما دابا اللي كيتهز، كان غير التليفون ديال الارض يعني اللي كيطلق بالخيط وكذا وكتهز كتهضر وتولي ترده في بلاصتو. جبد له الشارجور من الحيط، قلع له الشارجور من الحيط باش ما تتصلش باش ما تعيطش للبوليس. مشى للكوزينه باش يطيب شي حاجه، ولكن قبل داك الشيء هز موس من الكوزينه وولى عندها، ولا عندها بداك الموس، قال لها الحاجه، قال لها ما غادي تقيسك حتى حاجه، ما غادي يقيسك حتى اذى، قال لها ما حد كنتي ملتزمه الصمت وما تعيطيش للبوليس، ما غادي يقيسك مني حتى حاجه، وين غادي نقعد هنايا شي واحد الوقيته، غادي نجلس وغادي نمشي في حالاتي، ملي لقى الوقت مناسب باش نمشي راني غادي نمشي في حالاتي، انا غير عابر، اعتبريني عابر سبيل، يعني زعما غير جابتني الطريق. بقات ساكته ديك الحاجه، مشاو ولا الكوزينه وهي كتسمعو شعل البوطه كذا منها، سمعته كيهرس البيض، بقى كيقلي البيض، دار واحد البراد ديال اتاي وجاب وحط قدامها، دار ربعة البيضات وجاب واحد البراد ديال اتاي، حط كلشي داكشي قدامها في الصالون وقال لها زيدي تاكلي، نتقاسموا الملح والطعام باش حتى واحد ما يغدر الاخر، وبقى يضحك ها ها ها، تقاسموا الملح والطعام ها ها ها، بقى يضحك. وهي كتقول هذا كون يعطاني ربي الصحة القوة نحرق دين امه. المهم بقات ساكته ديك الحاجه، قالها زيدي تاكلي، قالت له لا ما ناكلش، انا كنتابع واحد الحميه غذائيه، انا كدايره الريجيم، ما كناكلش هذا البيض ولا كذا، انا كتاكل الصوبه ولا شي حاجه مهمه. ما بقى ياكل، ما داهاش فيها، كانت 12 ديك الساعه ديال النهار، كانت 12 ملي كان هو يفطر ياكل، هو ياكل ياكل وكيسمع الكلب ينبح برا، شي كلب كينبح برا حدا الباب، خرج كيشوف كان ديك الدار ديالها داير لها واحد السور قدام، واحد السور غير هكا بعيد على ذاك الباب ديال الدار بواحد جوج ميطرين، دايرين على واحد السور هكا يعني بحال داك الشيء بحال شكل الفيلا. بقى كيسمع شي كلب كينبح شق السور، وشويه جات الطوموبيل، الطوموبيل ديال من الطوموبيل اللي جات تما ديال البوليس، يعني ذاك الكلب اللي كان ينبح ديال البوليس، يعني شام بوليسي. بقى كينبح، جا الطوموبيل ديال البوليس، مشى هو يجري للكوزينه، جاب داك الموس اللي جاب قبيله ويحطو لها هنايا، قال لها ما حد كيملتزم الصمت سكتي، قال لها ما حد كيساكت ما غادي تقيسك حتى شي حاجه. بقى قاعد هو وياها في الصالون وكيتصنتو، وبقى واحد خينا واحد البوليسي من هذوك جاب واحد البوق داك اللي كيهضروا فيه، وبقى كيقول لهم اودي خرجوا ولا غادي ولا غادي ولا غادي نضطروا نهرسوا الباب، خرجوا حلوا سلموا نفوسكم، حتى واحد ما كيجاوبهم. هما كانوا ثلاثة البوليس، جوج بقاو كيهرسوا الباب ديال الدار وكيقولوا ودي حلوا الباب ولا غادي نهرسوه، والكلب ينبح ينبح، وواحد السيد طلع من فوق السطح، واحد البوليسي طلع من فوق السطح، فين هادوك هرسوا الباب ديال برا، هادوك اللي الفوق، هذاك اللي الفوق طلع من السطح حتى هو هرس الباب ديال السطح، دخل داك دخل من السطح، وهادوك الجوج دخلوا مع الباب ولقاو خينا شاد ديك المرأة، ديك الشيبانية داير لها الموس هنايا، جاي موراها وداير لها الموس هنايا، داك الكلب كينبح باغي ينطلق على داك السيد ياكلو. البوليسي جبد السلاح، بقى داير الخينه السلاح في حط لك السلاح، يعني كيما نقولوا شاد عليه النيش كيما كنقولوا في الدارجه، وداك خينا كيقول طلقوني نمشي خليوني نمشي في حالاتي ولا نذبحها. هذوك شادين السلاح ديالهم وساكت، كيقولوا له سلم نفسك، وكان واقف حدا الدروج اللي كيطلعوا الطبقه الفوقانيه ويطلعوا للسطح. ملي بقى هكاك متشد هو وياهم كدا، منا طلقني نمشي ما طلقني كدا، وداك السيد اللي فوق داك البوليسي جاي يهاود غير بشويه مع الدروج، يهاود غير بشويه، وهذاك كيشوف جهه الباب، يعني شاد المراه وواقف حدا الدروج وكيشوف جهه الباب، ما كيشوفش البوليسي اللي جاي من وراه مع الدروج. طلقوني نمشي ما طلقني نمشي، داك خينا جا من وراه وعطيه واحد الضربه اليد ديالو الدراع، داك الموس طاح له داك الموس، طاح هو وياه في الارض، جاو هادوك كتاب بقى حاول قالك حاول عبثا ان يقاوم، يعني بغى يدبز معاهم، يعني حاول عبثا بغى يدبز معاهم، كتفوه داروا له المينوط كذا منا وداوه ومشات معاهم حتى ديك المره للكوميساريه. ملي مشاو داروا المحضر وكذا، قالوا له ديال السيد هذا اللي راه جا اللي جا رونك هذه الليله اللي بيت لك في هذه الليله ديال الرعب، راه هرب من الحبس وكان مشدود في قضيه التهريب، يعني كان يهرب شي حاجه للجزائر ولا كان يدخل شي حاجه من الجزائر، لان الصعيديه قريبه للجزائر، يعني كان يهرب شي حاجه من تما من الحدود. وصافي هنايا انتهت القصه ديالنا مع الحاجه ومع الهارب من السجن اللي جا فوت عليها الليله ديال الرعب. وللاشاره هاد القصص راهم حقيقيين، وتحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله قصه جديده، تحياتي لكم، ما تنساوش لي كومونتير ولي جيم